طيب نبدأ ناخد تليفونات مشاهدينا، وأول تليفون فاطمة. أهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ. أهلا يا حبيبتي فاطمة، الو، اتفضلي سؤالك. انا متجوزه بقالي 7 شهور، وفتره الخطوبه ما كنتش مستريحه، واهلي هم بيغصبوا عليا، وانا مش مرتاحه لحد دلوقتي. وبعد ما اتجوزت برضه محدش سامعني، شخصيه عنيفه جدا، اسلوب وحش معايا، مش مرتاحه نفسيا ولا بدنيا معاه. بقول له ما بيسمعنيش، طب وانتي، بيقول لي لا طب انت بصي يا بتتدلعي. فاطمة، انتي بتقولي انك اتخطبتي ووقت الخطوبة كنت بتقولي لأهلك انا مش عايزاه، فكان وهما ما ردوش، ما سمعوش كلام، قالوا لي لا يا ليه انت بقى ناس ما سمعوش كويسه، كلامك ليه؟ يقولوا لي لا يا ناس كويسه وانت بتتدلعي. وانا حاولت نهرب من قهر اخويا، انا امي وابويا متوفين وانا صغيره، بصي وعندي بس اخ. بصي اتكلمي بالراحة عشان نفهم، انتي بتتكلمي بسرعة. بتقولي قلتي لأمك وأبوكي ولا بتقولي إيه؟ أمي وأبويا ميتين، وعندي أخ وحش معايا جدا جدا، يعني أخوكي كان عايزك تتجوزي عشان يبقى شال مسؤوليته منك. أنا أعرف. إحنا أختي، إحنا 5، أنا قاعدين في البيت وكده، بس هو عندي أخ، هو أخين، عندي أخ صعب جدا معايا، فكل واحد يقول لي اضربي منه وفكي نفسك منه وكده. أنا متحطمة نفسيا وبدنيا، والله طيب يا انت رب بقى العالمين. بعد ما اتجوزتي لقيتي الشخص ده ايه بقى؟ ايه مشكلتك معاه؟ وحش وحش، مش عارفه افهمه هل هو كذاب. فعلا وحش، ولا انت عشان داخله الجوازه وحاسه انك يعني مغصوبه، او اتجوزتي عشان تهربي من اخوكي وخلاص، وهي بقى لها قد ايه من الجوازه؟ ف7 شهور، فان انت ما هي اديتيلهوش اتخطبت؟ ان انت ما اديتيلهوش فرصه، او ان انت كنت قافله من الاول، ولا هو فعلا عاملك وحش يعني؟ انا اخواتي قالوا لي انا من ما يرضي الله، عملت كل حاجه بما يرضي الله، ومشيت كل حاجه بما يرضي الله والله. بس هو انسان كذاب، بتاع لف ودوران، ما بيشتغلش، بيتكلم معايا باسلوب وحش، مش الكلام ده انت عارف متجوزه كل بقالك حاجه، سبع قول لي انا مش عايزك. انت متجوزه هو قال بقالك لي سبع انا مش شهور عايزك. متجوزه بقالك 7 شهور. اه يا شيخ، وحد من اهلك عارف بقى الحكايات دي اللي انت خلاص مش طايقاه والكلام ده، ولا وقلت له محصل كذا بعد الفرح، وبعد الفرح بشهر، وبعد الفرح ومحدش عمل بشهرين، حاجه؟ ومحدش بيعمل حاجة، محدش ظلم والله، ظلم. فاطمه عندك كام سنه؟ 23 سنة، وهو وهو عنده 35 سنة. يا فرق كبير برضو. قلت له فرق كبير، محدش بيسمعني، بحس ان انا ماليش شخصية، ماليش كائن في حياة، ولا عشان انا ماليش اب ولا لي ايه بالظبط. طب انت مالكيش عم خال كانوا وقفوا معاكي؟ كلهم زي بعض، الله يكون في عونك يا بنتي، لا والله. حول ولا قوة إلا بالله. طب انت دلوقتي بتقولي هو مش هو بيقولك انا مش عايزك، يعني هو عايز يطلقك؟ هو قال لي انا مش عايزك، قولي لاهلك انا مش عايزك، انا مش مرتاح معاك، قولي لاهلك كده. قلت له قول لهم انت، قال لي قول لهم انت، وقول لاخويا، اخويا قال لي وما فيهاش حاجة، فيها ايه يعني؟ يعني ايه بيقولك قولي لهم انت؟ يعني هو لو عايز يطلقك ما يطلقك مش عاوز بقى، هو عايزها تيجي مني انا، ليه؟ وانا قلت لاهلي انا مش مرتاحه معاه. قد يكون بسبب مؤخر انت اي ما نعم. انت لكن انت مش حامل ولا حاجه؟ ها لا لا، ما فيش حاجه، لا. طيب يعني انت لسه على البر. لسه على البر، بقول لهم كده، وانا غلطت غلطه عمري، وما حدش بيسمعني، ولا مبسوطه في حياتي، ولا الدنيا دي يزستي، حاسه ان انا مكسوره من جوه، قلبي ده بيوجع فيا. طب هو معلش، يعني هو انت لو اتكلمتي معاه واتفقتوا ان انتوا تتطلقوا وطلقك، مش هو هيرضى، لازم حد، هو مش انت لازم هيرضى تاخدي ده، اذن من حد عشان تتطلقي مش مثلا؟ يعني هيرضى ده. وعندي اخواتي صعب، وعيلتي كلها صعبة، مش مين عارفة اللي مش انا. هيرضى؟ اهلي صعبين، اهلي عندهم حكاية الطلاق دي، لا عيشي وان شاء الله موتي بقى، ولا تعيشي، احنا اتسكنا منك خلاص. لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم يكون في حل. اهله؟ طب ايه اهله؟ اهله ما حدش، كلهم ظلمه برضه، كل اهله ما حدش، كله بيطلع منه، وكله هو وحش. هو كان خاطب مرتين وبعد كده ساب، هما اللي سايبين التانيين، يعني انا اتخميت فيه. ايوه، يعني انت ما اتكلمتيش مثلا مع اهله، مامته وباباه، انك عايزه تتطلقي او كده؟ او هو ما لهمش شخصيات، ما لهمش حاجه، ما يعني لهمش ممكن اسالك كبير. سؤال؟ اسالك سؤال بس بصراحه، اسال يا استاذ. يعني هل انت رافضاه لهوى في نفسك مثلا؟ انت كان في حد مثلا بتعرفيه نفسك تتجوزيه؟
والله ابدا والله مفيش ابدا مفيش كده خالص يعني. مفيش والله، انا دي احدى يتيمه وقاعده في البيت، وحيد ده ولد ده، يعني الواحد كان بيتمنى حاجه حلوه، كان يدعي ربنا ربنا يعوض علينا، انه شاف حاجات كتير، شاف تعب كتير في حياته. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا عاوز اقول لك قهر ده يعني اه طبعا بصراحه. قهر يعني. يعني انت في النهايه بنت الحلال، هذا ظلم واقع عليكي، كون اهلك يجوزوكي ويجبروكي على الزواج، هذا اصلا مخالف للشرع الشريف، وده مخالف للفطره الانسانيه اصلا، ان المراه لها الحق في نفسها ان هي تقول انا عاوزه ده وانا برفض ده، الشرع كفل لها ذلك. محدش يبدأ يتك على المرأة بالطريقة دي أو يجبرها أو يكرهها، لأن ده في امتهال للمرأة، ده امتهال، مش احنا اللي بنقول الكلام ده. اللي قال كده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جعل أمر المرأة إليها، لما جعل أمر المرأة إليها، عشان بس الناس للأسف الشديد إن الناس كتيرة هي مش فاهمة الشرع الشريف رايح فين وجاي منين، أو من باب العصبية، فأنا لازم عشان أخلص بقى أنا مش عاوز أصرف عليكي، أنا مش عاوز أشيل الهم أكتر من كده، هذا ظلم مبين. والإنسان أخوك ده ولا أهلك اللي وقفوا العمل العاملة دي هيقفوا أمام الله عز وجل، ربنا يسألهم ويحاسبهم وستقتص منهم يوم القيامة. أما وإن قد تزوجتي وإنت مش عارفة حتى تطلقي، وأعتقد إن إنت حتى ما تقدريش ترفعي قضية، يعني الواقع من صوتك ده مش عارفة حتى تعملي أي حاجة، فإنت في ابتلاء شديد جدا. والله عز وجل قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم وأنفسكم، فده نوع من أنواع الابتلاء الشديد جدا، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنك، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنك هذا البلاء العظيم. ما عليك إلا اللي أنت تأخذي بالأسباب، الأسباب اللي هو إيه؟ أتوجه إلى الله عز وجل، تتوجهي إلى الله تبارك وتعالى، تدعي ربنا سبحانه وتعالى، لا يرد البلاء إلا الدعاء. تاني هو لا يرد البلاء إلا الدعاء، خدي بالأسباب، يمكن ربنا سبحانه وتعالى جعل البلاء ده عشان يحطك في اختبار شديد حتى ينقيك ربنا سبحانه وتعالى، محدش عارف الخير فين. قال الله عز وجل حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وده نوع على فكرة نوع فتنة، يعني دي ده اختبار عظيم جدا جدا جدا، إن المرأة تتجوز غصب عنها تعيش مع إنسان اللي هي بتطيق ولا هو كمان بيطيقها، دي المصيبة، فهي حياتها كلها فيها بؤس، وحياتها كلها فيها ضرر، ضرر نفسي كبير وإرهاق شديد جدا، وتسمع من أهلها إن حد يقف، مش لاقي حد يقف جنبها خلاص حتى من أهلها، فدي تعمل إيه؟ تلجأ إلى القوي. قال الله عز وجل أو آوي إلى ركن شديد، فالجأ إلى الركن القوي وهو الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى أنا أركن إلى الله عز وجل، أخذ بالأسباب، أتوسل. شوف السيدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل في حادثة الإفك، السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى كان ابتلاء شديد جدا جدا، تتهم في عرضها رضي الله عنها شديد جدا، صعب جدا، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقعد أيام طويلة جدا، النبي يعني مش ما بيتكلمش صلى الله عليه وسلم، تروح تسأل على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أبويا فين، في الدور الثاني ماسك المصحف، نشر المصحف بين يديه، هو المهم لك كله يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فلجأت إلى ربها فنجاها الله عز وجل وبرأها الله رب العالمين فوق سبع سماوات. ادعي وخذي بالأسباب، لو قدرتي ترفع قضية ارفع قضية، تقدري تاخدي حقك خدي حقك بكل ما تستطيعي من قوة. وأنا أعتقد أني لما نيجي بقى للمجلس القومي المرأة ده ممكن يكون دوره في الحتة دي، أنه يقف جنب الإيه البنت دي، يشوف بقى المشاكل عندهم ايه، يبدا يتدخل يمنعوا اهلها من ظلمها، يشوفوا الخلاف ما بينها وبين زوجها، لغايه لما يدوا للمراه والبنت دي ايه حقها، فربنا يخفف عنها. لا حول ولا قوه الا بالله.